مرحبا، أجهزت العرض الذكي والرائي ديت من الواقع المعزز والحلول برؤى مبتكرة عبر تحويل أي شاشة لوايت بورد تفاعلي سواء كان بمجال التعليم أو الأعمال، وهن بشكله جزء كتير قليل من يلي بتقدمه سايبرناتكس من تكنولوجيا الإبداع والإنتاجية. استعمالها سريع وسهل، وضعوها وصلوها وتواصلوا. ركزوا فقط على اجتماعاتكم ومحاضراتكم الذكية، وانسوا الإنارة والصوت لأن هيدي مهمة تنكر، لأنها مزودة بأجهزة استشعار متطورة وتكنولوجيا الـ Artificial Intelligence تحرص على التقاط الصوت وتنقيته من أي ذبذبات أو صدى، وبتظهرك بأفضل صورة مع معدل للضوء تلقائي بغض النظر عن الإنارة ضمن الغرفة. وبالانتقال للشق التعليمي، سايبرناتكس جاهزة بمختلف أجهزتها لتزويد الصفوف الافتراضية الذكية سواء أونلاين أو أوفلاين بكل المستلزمات الضرورية. ضيفوا المناهج وحددوا دروس واستفيدوا من الأدوات والوسائل المتاحة مثل التكست ريكوجنيشن يلي بحول خطكم لكلمات مطبوعة. بيقوم الـ AI Question Generator بتقييم تطويري وتحصيلي من خلال وضعه لأسئلة، عدا عن أنه العلامات والحضور بترسل تلقائيا مع تقارير مباشرة بتحمل توصيات ومعلومات عن كل تلميذ. بيأمن محرك الذكاء الاصطناعي إمكانية البحث أونلاين عن صور، فيديو، معلومات ومقالات، كما وأنه ملائمة مع مختلف منصات الفيديو.